عجبتيني بهذوك اللي قلتو ماك الهضره ديال هذوك اللي كيتسحر شوف انا هذوك الناس فاش عاونتهم على وجه هذوك اللي غتقدر تجي للجنه في اي لحظه غيديو لهم الدراري. احبان كي دايرين لاباس عليكم بخير؟ والله الا توحشت يا اختي نضحك والله العظيم. شوفوا بعدا شوف شوف ما فهمتش انا بوحدي ما فهمتش ما بغاتش تفهم ليا داك الايام الاولى اللي سكنت في الدار كنا نجمع وتنقاد وانا دابا تنخلي كلشي مرون. شوف شحال الحوايج عاد نصبنا شوف شحال ها حتى وليت نحط الحوايج مسخين وليت نرجع ليهم هادو غير كراتن خاويين هادو ما فيهم والو هادشي راه كلشي خاوي هادو اللي جبتهم البرارات هادو حيت واحد النهار متتبعه قالت لي في الدواء اشنو هذاك الشيء شاريات والو هادو غير داكشي اللي كنت قضيت وخليتهم الكراتن ديالهم ربما الرحال ولا شي حاجه راكم عارفين كل حاجه ترداها في كرطونتها صافي هاد الحوايجي ديال البرد راه جا معاهم لي بزاف كيقول لي عبد الملكي على دوك السايكان نقول لكم المشكل الوحيد هو انني ما عنديش الماريو خلي هذا نحلو لي يتنفس كون كان عندي ماريو ما غاديش نكون معذبه بحال دابا ماريو هذا اش غيهز هذا راه غير جوج راه هاك مفوز كان واحد ليه واحد ليه وانا نلاقيهم قلت لهم ها العار تلاقاو هنا باش توليو ماريو طيب انا جو صافي هادشي اللي عطا الله والله الا لقيتوني يلا نط بحال مضروبه بالصرفيقه فين غاديه غدا السوق عرفتي شحال بيني وبين السوق اخر مره كنحط فيها رجلي في السوق هي ملي كنت كندور في الزنقه وكنت مع ديك المتتبعه الا كنتو عقلتو كانت رجلي مجروحه ملي ما تشوفوا مورايا شنو خديت نمشي للسوق شنو غادي ندير الله اعلم اش خاطي على السوق نجيب فيه دغيره فيه شي حاجه ما تبان معايا يا بسم الله على بركه الله نقرب على الدعاء ديالي صراحة ملي وليت كنقرا الدعاء عاد كنخرج وليت بخير وليت كنمشي بخير وكنجي بخير وليت ملي كنطلع على هادشي مكنوليش يا مولتي ملي نطلع على هادشي منوليش بخير ملي نطلع هنا والله منولي بخير هيا ربي الله 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 دابا المشكله شي لابس شي عريان شي هادي ما عارفين ما تلبسي وحق الله العظيم جيت بحال هذاك مفتش كولومبو اللي كيقلب على الجرائم تعرفي ما تلبسي الجو مخربق ماشي ما هو شتا ما هو صيف ما هو برد ما هو رعده ما فهمنا المهم نمشي دابا السوق نشوف انا شنو كاين ما يدار انا مني من الجمهور لقيت شي بياسات صراحه ناخذهم نقول لكم علاش حاجه الاولى اللي داينه صنداله لقيت شي صنيديله ناخذها الواليده بحال دوك ديال الدار غير خرقابات كيكونوا في السوق واعرين باش تعجبوك يا اختي بهاد الورود ها ها انت والله الا صباح الورد وصباح الزهر فني يحمقني داكشي تاع الورد واعر عرفتي هادي اللي مورايا مولات الكلب هادي عرفتي اقسم بالله دارت فيا واحد الشوفه خلعتني ناري الاحبه كاع ما نقدر نصور شوفوا شحال عامر المهم هانتوما معايا الا قديت نوريكم شي حاجه نوريها لكم شوفوا هادي تتبيع هاد الحويجات نشوف شي حاجه جداتي في الصراحه هادي عاوتاني اسطنبر ولا نسكم عندها قميجات عندها كلشي ولكن نسكم عندها لوينات واعري صراحه غناخذ شي حاجه غتجري عليهم الشتا بدات الشتا ها انتم هاد الستيل عاوتاني عرفتي بدات الشتا غتجري عليهم هما الناس بداو كيجريو بدات الشتا عرفتيني كتموت على الاحمر هي كتسطا بحال قيداتها ها انتم هي كيسطي هادشي في الصيف يعطيك الا تخنق نحن الصدافه يا بدات تشتغل تجري عليهم صافي صراحه ما زعمت ناخذ لها حتى شي حاجه خفت حيت دابا مولات السوق كتبقاي تسنيها حتى السبت باش تعاود تجي باش تعاودي تبدلي فهمتوا غنشوف خصها تكون معايا في الصراحه الا بغيت نشري لها كيعجبوها عاوتاني هذا يحمق هادشي داكشي المفرفر اللي معري كيعجبها عرفتي راه حبان عجبوني هادو تيبيعهم وتقالين شتوهم ضيتا تقالين هادو مقيلات وتقيلة كنظن غت ما عرفتش انا كنظن زوينة دير لهم 13 الاورو عرفتي تقيلة تقيلة انا كنظن زوينة ما نعرف اللي جربها يقولها لي واش كتلصق ولا لا هادي دايرة من هاد الفصيلة هادي
شفتي راه كيبيع المقالي بزاف، عندهم مقيلات واعرين، هادو ديال البايلا شتوهم؟ أتنظن هادشي زوين ما نعرف، هادي دايرة 24، 23 د الأورو، ثقيلة ثقيلة ولكن أنا ما عرفتهاش. عندو صراحة كلشي ديال البايلا، كيعجبوني هادو د البايلا، نقدر ناخد شي وحيدة د البايلا صراحة، ناخدها على قدي، كنتعذب كندير غير في الطيفال. هادي بسبعة أورو شتوها؟ عفاكم اللي جرب الأحبة شي لعيبة من هادي يقولها ليا، أنا ما عارفاش. كونتو بالي؟ كواد إيستا؟ دوسي نبوي دي سباخرنا دانو؟ لي هانتو مش عربي يالا باخري إسابا عربي يالا باخري دون قالك مسكين نقدر نقص لك الثمن وش حنزوين حمقني إيش هتلاقي اللاعب اليوم عاد كينا الشتا والجو ما ماشي ما نقولوش خايب لأن الجو بالعكس زوين عاد كينا الشتا وبانيولي الناس خافوا ما خرجوش ما تبارك الله من قبيله ولا كنسلم تيعجبوها تيحمقوا ولكن شنو الديفود هادي هذه غتجيها طويله وحيت هي عاد غيوره اللغه انا هذه النصيحه ديالي اللغه حاولي تشربيها ما كنشربهاش ولكن ما كنحصلش ركزي معاها وديما نصحي الاخطاء وتعقلي انتما راه غادي نمشي نشوف غادي ندير معها التشاكيطه شوفوا كي دايرين شوف انا كندير هكا باش نقيس كيتشوله هاكا ندير لها مثلا جاكيطه تجيني زوينه 17 انا واعره وي كيمونو وي كيمونو منين كي دايره بخير الله يحفظك ليا كي دايره مساليك بخير تكتبي ديك الشوله ها انتما الشالات ها ما زوينيش بزاف هادو يا هادي عقلتي هادوك هادوك جبتهم بحالهم من المغرب خليتهم هادو الكاليتي ديالهم شويه ياكي انا عندي مشكل واحد تيبقى يزلق ليا هادشي هانتوما داير لهم غير جوج د الاورو جوج اورو داير لهم انا كانوا عاجبيني هادو تا شتيهم 15 الاورو دايرين لهم هادي بحال الجيلي تيتلبس مع القوامش يا اختي ما عرفت مين كيتقداو هادشي والله والله كون عرفتو مين كيتقداو هادشي تمشي نتقدا تا انا شوفو الفيستات هذا خاص غير بالفيستات بوحدو هانتوما الاشكال والانواع هما فوق راس هذا خاص غير بالفيستات فقط ما عنده حتى حاجه اخرى شوفوا هذا عاود شوفوا عاوتاني هذا الشبه السلام عليكم كيداير بخير عليك مزيان بنت الغربه الله يحفظك كيداير مزيان بخير المهم شنو غادي ندي ما عرفتش اش غنديها كاع هادشي كله ما عرفت ما ندي لها هي كيعجبها داكشي تاع الصليب وانا ما نقدرش ندي ليها هادو ما غيعجبوهاش كنديتهم ليها راه كاينين عندها بحال هادو دايرين جوج ب 5 اورو لديتي جوج بخمسة هل هادي عجبتيني بهذوك اللي قلتو ماك الهضرة ولا هذوك اللي كتسحر جوج كنقول داك الشيء اللي كاين الله يحفظك ليا انت طنجاوي انا صحيتي الناس القصر فين ما كانوا الله يحفظك ليا الواقع الله يحفظك ليا شكرا خويا كنفرح والله الا كنفرح شوفوا هادو علاش غادي كيما بغاكم فرار ما غندي ليها ما نيدوقها صعيب شوفوا هادو هادي شوف هادي نغمض عيني وغناخد شوفوا هادو ها ولاد العين هادو والله تخرقهم عليا خميسه الا ديتي وحده بثلاثه ولا خمسه يس 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 قالك جوج واخا ثلاثة جوج خمسة صافي تعلم العربية تا هو ديالنا يس 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 نعم نعم يس يا نو سي كومو سي ديسي يس اه 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 كاينة اه اه كاينة كاينة هابي ريستا ما جيو شريو منو ها كومبراكي حالها صعيب هاد جداتي والله الا حالها صعيب المهم لقيت لها الصراحه داكشي انا عارفه شنو كيعجبها هنايا تقريبا نقولوا جوطيه هنايا هادو جوطيه صافي السوق ما فيه والو راه قريب يسال مابقاوش كيحطوا صراحه بالي بنادم بزاف شحال هادي كان السوق كيكون عامر دابا والو دابا والو قليل داكشي حدو قدو ندخل للمارشي قبل ما تسالي الحوت شي ندخل للمارشي ناخذ شويه الحوت بعدا نفوز به اصلا انا جايه على الحوت ساويلي واش كيتحل باب من هنا اياه كيتحل نمشي ناخذ الحوت بعدا نطير به
نشوف المارشي اليوم واش فيه ما يدار، عاد نزيد نكمل دويره في السوق. ما بقاش السوق، مشات ايامو. ها انتم الخضروات، تعجبني هاد الخضره عندهم، تقولي بحال عاد جايبينها من الجرده، حيت فعلا سولت احمد قال لي كاين هنا اللي كيكون جايبها من الجرده. غنوريكم السوق. واع المهم راه كاينه موسيقى، ما ديوش عليا. الخرشف. المهم نمشي للسوق نشد النوبه، يلا ناخذ الحوت. يلا وصلنا نوبتي. ايوا السوق ديالهم بس زوين، ما كاين لا غبره لا والو، كتمشي تخرجي نقيه وترجعي نقيه. الله يعز سوقنا يا اختي الغبابر والشفنجو واتاي ونيفك عامر بالطراب. اختي السوق ديالنا زين، النظافه تانتيا بزاف، راه كتمرض. هاتي غناخذ تيكي، نمشي ناخذ النمره دابا باش ناخذ السمك. نقول لك ها انتما كاين كلشي، الاثمنه هذا داير 13، جاتني 77 فاه. شوفوا باليا الحوت جديد، باليا واعر. عندي غير شويه راه غب وحدي. سيسنتي كواترو فين هي؟ سيسنتي سيسنتي سيتي ويلي ويلي دوندي موتشا خينتي. Pero tú llegaste después de mí. Yo cogí el 30 y el 75 y apenas llegué. يا انتوما هذه دايره 19. الناس كاع تيديروا يديهم بحال هكا في الساك، ما عرفتش علاش، زعما غنسرقوهم. شوفوا شنو دارت لهذيك الحوته، غندي واقيله انا بحال هذه. ها هي هي هذه، شدات هذه وهي تحلها على جوج وحيدات لها العظم. المهم ها هما الاسماك. هذا ما عرفت شنو هو، ها ويلي شاد الشيء. ها البيض، هذا بيض الحوت، بيض نتاع الحوت. المهم انا غندي السردين وغادي ندي من هذا. شنو اخر؟ صافي اصلا هادشي اللي كاين. ها هو شتي، قولوا لي علاش هذا داير لي 93. المهم انا غنبقى حدا السردين، انا نبقى حدا السردين، ندي السردين. شوفوا شوف ما عرفتش بجوجهم ولا غير وحده. ها انتوما هذا راه نقدر ندير معاها شي حاجه. المهم هذا الصنبر ولكن اللي ما دارش الحجاب، علاش ما كيجيبوا لنا هذا الشيء بالكمام؟ واعرين الحوايج عندهم. ها فكان كيعيقوا، حنا ما عليناش الله. ها انت 12 د الاورو قميجات وداك الشيء 12 اورو، واعرين عنده كلشي. شوفوا هذا عاوتاني قميجه بتريكو ديالها، صراحه ما تيجي معاهم هذا الشيء اللي لبسوها كتجي عليهم. ايوا صافي دابا غادا بحالي. هنايا الحويجات نتاع الدراري الصغار، اللبسه شوفوا كي دايره اللبسه. شوف 10 اورو دابا ناخذ ولد اختي تا هو بحال هادو، شوفوا 10 اورو. ها انت اختي لا بغيتي تلبسي لولدك في العيد، والله الا واعرين اما الكتاكيت 10 اورو لا غلا على مسكين. شوفوا شوفوا هادي الشورت ديالها والثوب ديالو واعر، ها انتم مقطنين فني. عندها هادي اختصاصها غير الدراري الصغار، مع اللي عندو الوليدات حالهم ساهل، الدراري حالهم ساهل، ديري ليه الشورت بحال هكايا بارك عليه. حتى البنيتات كاينين حوايجهم ماشي غير الدراري. ها هما شوفي هادي، عطا الله ما يدار، عطا الله ما يدار. هادي مولات المكياج والرويحات العطور، يا شو مكتوب بالعربيه هادشي، يا شوفوا شوفوا خيطانه كتبيع هادشي، وهذا الجواد، يا شي ديال العرب ولا شنو، والله حتى العود مكتوب بالعربيه هادشي عطور. إلا عرفتو هادشي الأحبة نقولو لي، أنا راه ما عارفاش. شوفوا العطور، باقي هادو تاع الدار معطر يمكن ياك، باش غنعرف أنا هادشي باش ما نقدرش نشم كاع. شوفوا العطور شحال عندها، شوف والله حتى العطور يا أختي، أنا ما تنقدش على العود.
انا مثلا قلت لها تشيد العود الا شميت هذاك اليوم نعواج ما عارفاش انا تشيد تاع العود ما عنديش معاه كتبيع تبارك الله داك الشيء عندها واعر عطور ديال بحال داك الشيء تاع الامارات ترى ولاو مجهدين هاد الناس مشيت اختي ندير غدايا خلاها نمشي ندير واحد القميله ديال العدس واخا الجو ماشي بارد ولكن ندير قميله ديال العدس تشهيتها كنت باغا معها السردين الساعه لقيتهم صافي يجمعوا ايوا صافي ان شاء الله عرفتي شحال ما جيت للسوق انا المهم بعدا ضرب الدويره فوجت شويه وصافي مشي دابا للدار بعدا شريت بزيطايم هاد الزويونين نمشي ندير الغدا ندير واحد القميله ديال العدس بالحار ونجبد واحد الباكيطه نسخنها نعم سيدي دزت محدا الدري شهيت ايوا صافي ومشي بحالات هانتي اختي ضربنا دويره في السوق بعدا فوجنا شي القزر ناخذ شي نعناع شويه ديال الحيمه تشهيت شويه تاع الطعام نديرو ان شاء الله ونشد الطوبيس حيت عييت ما قدرتش نتمشى على رجليا نعناع عندها راهي شي غزال تعجبنا اختي قبيطه من التحت ميكونش فيها ريحه القزبور نورمالمون خصو يبعدو على القزبور ها ترشوا عليه الماء يتحرق الصراحه هذه جبت من تحت فيها الريحه اكثر اييه والله الا فيها الريحه واعره هذه كاين غير واحد النعينه انا عندي عريشي عندو الزواتن كلشي موجود مطيشه عاد كيحطوها الدراري زوينه ندي مطيشه قزبوا كاين باقي عندي ندي شويه تقضيه ديال الكسكسو في الصراحه شتو كلشي كاين كلشي موجود الصراحه كتجيني زوينه هذه ديال المخلطه كسكسو ولكن خاصني نعطي لاحمد وجداتي خاصني ندي شويه زايد من احسن ندي واقيلا زايد ندي بالعبار زوين تندير به العصير واعر شنو ناخذ اللحم بعدا نعرف شنو غادي ندي الا ما ديتش اللحم ما نعرفش راسي شنو غناخذ هاي الا ما شريتش اللحم ما نعرفش ندي في الخضره ندي اللحم عاد نعرف شنو خاصنا نشد البلاصه كاع زعما جيت بكري جيت مع الصباح زعما باش نبقى نشري دغيا نتقرا نقول لكم ها هو الدجاج دايرين جوج بعشرة جوج دجاجات بعشرة هاهما هاكا كانو كيديرو شحال هادي دابا مزيانة جوج بعشرة مخي أنا كنعطي أحلى تحية أحلى تحية لقزر العريشي من عند بنت الغربة كنعطي أحلى تحية لقزر العريشي والدراري اللي خدامين واحد بواحد العز وليت كنتسخر عندهم ما كنمشي حتى عند واحد الراحة التامة تيقطعوا لي الحيمه اللي بغيت تيعطيوني الطريفات اللي بغيت تيديروا لي واحد التعامل الله يعطيهم الستر راني مشيت نجيب غير واحد طريف ديال اللحم باش ندير به الطعام تشهيت قلت غندير شي طبيصي ديال الكسكسو نهار الحد ولكن بان لي شويه الغلمي وانا ما كناكلوش الصراحه بزاف ما عنديش معاه قلت راه ناكلو سمعت كيقول لك خاصك تاكلي من اي حاجه شويه جبت حتى هو منو شي جوج طريفات وجبت الدجاج وانا كنت غادي على النعناع يعني كنت غادي على النعناع تصدقت غاد على حاجه اخرى صافي دابا نمشي نشوف الطوبيس عرفتي راه ما نقدش نتمشى راه عرفتو راه ما نقدش نضربها من هنا حتى لي فايقه بكري ومن الصباح وانا تنتمشى واحد العيا ما نعاود ليكمش اش غادي ندير دابا ندير اما المهم غندير غدا وفطور ندير داكشي مجموع شي قلب دابا على الطوبيس خاصني ناخذ باطينيت خاصني باطينيت والله الا خاصني باطينيت عرفتي راه تهلكت والله الا تهلكت اشحال ضربت ديال الطريق خاصني باطينات ضروري باطينات غادي نشوف ندبر شي وحده في سيكون ضمانو وانا خديت جديده لانهم غاليين النقطه الاولى اللي غبرت لي الكماره ديالتي عليكم ما هو الدروج تخيلي دابا انا في السوق ما خليت فين مشيت ما خليت ما درت تخيلي الصباح كامل وانا طايحه وجري هنا جري لهي وانا داخله دابا للدار تقريبا الربعه يعني ملي خرجت الصباح بكري عاد راجعه دابا وباقي غنعاود نخرج تخيلي تجي وتضربي هاد الدروج كاملين شوفي فين غنطلع راه صعيب اخويتي وتي راه مشكلات انا اذا قال كندير ريجيم والله ما كنحشم بالله ريجيم مالك قالك على الريجيم هو اللي خاصك انا خاصني نبقى نطلع ناكل
ونهبط تمشي نقضي شغلي ونرجع عاوتاني ناكل ونهبط تمشي نقضي شغلي ونرجع ناكل. صراحه اللي جيت تشوفوا في كل طلعه خصني ناكل فيها. الله يا سيدي ربي كانت كرياضه. لا اختي ما بغيت كان رياضه. شحال من حاجه كنبغي نديرها وكنبغي نمشي لبلايص بعاد ونقضي شحال من غرض وما تنقدش نقول نمشي لدوك البلايص ونضرب ديك الطريق كامله. ديري كي كنخرج عيني كنقول بيا نشوف انا ركب لو كاش تحت عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الا كيبقى يشطر ولا شعور ولا تعدو ولا يشطرش. شحال من بلاصه كنبغي نمشي لها بعيده وما تنقدرش. فين انا وفين الدار؟ فين انا وفين الدار؟ الله يا سيدي الله. أولي شي واحد شحال الضو شحال الله يحفظك هريانات ما كاين حتى عربي واش هاد الضو زعما وصل يبا نقتلني الجوع. ها دايره بحال قلتي منو غدا منو عشاء. ها شهيت هاد حب الملوك عطاه ليا واحد الدري من رشيديه تقضيت عليه الفروته ومسكين عطاه ليا فابور من عنده قال ليا كادو من عندي ليك تيحماق عليا تيتفرج فيه فيسبوك هو وخوتو الله يعطيهم الخير. وهذا مسمن كنت درتو البارح جا واعر واعر يبا ما تشوفوش هنا فهاد البعلوز. المهم داك البعلوز ما تشوفوش فيه. اللي بغيت نقول لكم على الفيديو اللي فات فاش قلت لكم راه واحد السيده مسكينه داو ليها فلوس وهذه الاحبه بزاف ديال امواتي الزوينات وخواتاتي والله الا زعما راه بلا كلامكم انا راه نضيع والله حتى نضيع ما عرفت فين غادي نمشي نطيح في شي حفره ولا ما نعرف. بغيت نصحح واحد المعلومه. السيده اللي انا مشيت بغيت نعاونها غرضي نعاونها عندها الاحبه ثلاثه الوليدات وجاو مساكن بالفيزا هي وراجلها حرقوها وساكنين في دار ما فيهاش الماء راه تقريبا غدا شهرين على حبه راه ما تيعوموا ما تيشربوا الماء تيمشيو يسقيو البيضه واحد كرفيس ما نعاود لكمش. هذا الشيء كله ماشي مشكل حيت انا كنت كنسقي الماء شحال هذه فاش كنت ساكنه فواحد الدار ما كانش فيها الماء فاش بديت كنبارطاجي معكم في ديك الدار اللي رحلت منها وجري عليا مولات انا قطعوا عليا الماء كنمشي نجيب الماء في البيدويات هذاك الشيء ماشي مشكل. ولكن المصيبه الكحله الراجل مشى كيطلب الماكله من كروس الرخا مشى لكروس الرخا غير يطلب ليهم الماكله ناضوا هادو كروس الرخا قيدوه قالوا ليه كيفاش انت فين ساكن واش عندك الدراري واش هادي قال لك انا حسيت بانهم غادي يديروا كونترول وغيجيو عندهم الدار على غفله والله يستر يجيو عندهم الدار على غفله ولقاو الماء ما كانش يقدروا يحيدوا الدراري يعني غيقدروا يحيدوا الدراري ديهم السونتر. انا ما بقيت نعقل حتى على واحد وليت نتلاقى شحال واحد تنميك واخا قلبي ما تيطاوعنيش وتيضرني ما تلقاش نميك لان انا وقفوا معايا الناس الاحبه انا الناس عاونوني كل ماشي الناس ما غتلقاوش بنت الغربه فهاد اللحظه هنا واكله شاربه وكاينه هكا في الدار في ربعه الحيوط ومرتاحه كومين بعدا مرتاحه كاينه مشاكل في الحياه ولكن انا مرتاحه يعني فهمت واش بغيت نقول لكم الاحبه. فلهذا انا هذوك الناس فاش عاونتهم على وجه دوك الوليدات مساكن دوك الصبيان اللي غتقدر تجي للجنه في اي لحظه غيديو لهم الدراري هذاك هو الغرض ديالي اللي كنت انا. ولكن دابا غنقول لكم يعني المشكل كبر بزاف. هذاك السيد قلت له غادي ندعيك قال لي دعيني وانا قال لي مشيتي تدعيتيني انا راه دوك الناس راهم ساكنين غير قانوني غنجيب لهم بوليسات تما يخرجوهم يعني ما لقينا عليه حتى شي حجه. والمشكل الكبير ان السيده هي اللي غلطه وخا هي المتتبعه ديالي هي اللي غلطه لان السيد فاش انا هضرت معاه لا ماشي هضرت معاه انا هضر معاه جدي احمد عيط له قال له شوف انا راه تقضيت السلعه وكنت ناوي نمشي نصايب ليها الماء وقلت ليها راه النص ديال الفلوس اللي عطيتيني خسرتهم في السلعه يعني تقدري تزيديني واحد 100 ولا 150 اورو. السيده قالت له ما نزيدك والو دا ديك ال 200 وبات ما صبح هادشي اللي كاين وما كيسكنش هنا. السيده في طراسه برشلونه كاين هنا في الريوش يمكن غير مع شي واحد ولا ما نعرف ولكن لا دريسه ديالو صيفطات ليا الوراق ديالو داكشي لان قال لك ما عطوش دوزات له يمكن الفلوس في حسابه ولا ما نعرف. المهم بعدا صيفطات ليا سميته وديني وكلشي ديالو فهمتي. وبغيت نقول لك اخويا محمد حسبي الله ونعم الوكيل فيك على هذيك الوليه مسكينه بدوك الوليدات وداك الراجل ما خدام وما خداميش وتيصيفط لهم عائلتهم غير من المغرب باش ياكلوا يعني الاحبه واحد الحاله خاصه. الاحبه هنا العشيوه ديالي بلا ما تشوفوا هذا انا راه دايره كيهرب ندز يو كون شفتوني كيمشعكه كي امنا الغوله. المهم وليت كناكل غير المشوي شفتوا وليت كناكل غير هذا الشيء مشوي درت رجيله تاع الدجاج ودرت بطيطه حلوه راه ما شوفوا اللي جيت عند ضيفه شوي ديال بطاطا حلوه والا ما نجيش زويتينات والحار ها انتم محيده الخبز ما كناكلش الخبز مني جيت من المغرب ما دقت الخبز ما عرفت غتيسخن ليا راسي تنولي كاك نحيد الخبز ونحيد. المهم قولوا الله يتبقى يستر.